احد الاخوة يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هو تعريف التطير والتشاؤم؟ سمعتم في محاضرات التطير ما امضى اللسان او رده، يقول نسال الله عليه الصلاه والسلام كان يحب الفال ويكره الطير عليه وينهى عنها عليه الصلاه والسلام، ويقول انها لا ترد مسلما، فان يرى احدكم ما يكره فليقول: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت. فوقع في قلب الشيء يقول هذا: اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت، اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله الا غيرك. هذا يبطل بحادث الجاهليه، فان يرى مثلا عند سفره قابله مثلا بعيد ما اعجبه، او حمار ما اعجبه، او انسان ما اعجبه، فلا يهمه ذلك، وليقول: اللهم لا في حسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت، ولا يرجع عن حاجته. بعض الجاهليه اذا خرج وصادفه غراب يلعب، او راى حمارا ما يعجبه اسود او مقطوع الذنب او كذا، تشاءم وقال: هذا السفر ما يصلح، او ما اشبه ذلك. هذا غلط من امر الجاهليه. في الحديث: من ردت وابتغى عن حاجته فقد اشرك. قال ابن مسعود: وما منا الا ولكن الله يريد التوكل على الطيرات الشرك، الطيرات الشرك، وما منا الا ولكن الله يريد التوكل، وما منا الا قد يقع في قلبي شيء من هذا، ولكن الله يريد التوكل. يقول المسعود رضي الله عنه: المقصود ان الطيره معروفه عند الجاهليه، وقد يتاثر بها الانسان وهو مسلم، لكن يعاني اذا وقع في قلبي شيء من هذا لا يبالي، يجاهد نفسه حتى لا يعمل اعمال الجاهليه. ويقول عند ذلك: اللهم لا ياتي بحسناته الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سبيل هكذا التشاؤمات التي تقع في قلبك من طير أو من حيوان تكون عنده قوة الإيمان والثقة بالله والاعتماد على الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي بقوله: اللهم لا تأتي بحسناتي إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.